السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحبابي عاملين إيه؟ النهاردة مش معانا أعمال فنية، النهاردة هعمل لكم كوارع. طبعًا أنا عارفة إن في ناس كتير قوي ما بيحبوهاش، لكن أنا هعملها بطريقة إن شاء الله كلكم هتاكلوها. طبعًا الكوارع دي أنا نقعتها في خل وغسلتها كويس ورميت المية، ورجعت نقعتها في ملح وغسلتها كويس ورميت المية. ودلوقتي التكاية بقى الجديدة بتاعتي أنا نقعتها في طحينة، معلقة طحينة بتشيل أي زفارة وأي شوائب وأي حاجة، وغسلتها كويس. دي على فكرة بقري مش جاموسي، عشان كده الدهن بتاعها مسفر شوية. وغسلتها كويس، وبعدين ايه هرمي الميه اهو وهرجع اغسلها تاني قدامكم. ادخل ومعلقه طحينه اهي، معلقه طحينه دي بقى بتشيل اي، لو حتى ايه حتى برضو تغسلوها الفراخ وتغسلوها الكبده وتغسلوها اي حاجه هتشيل اي زفار. نغسلها كويس قوي بقى كده بيها، وبعد كده نكب الميه. بص الميه نازله عامله ازاي، دي علشانها بقري فهتلاقيها مسفرة شوية. نقطع طماطمية ونيجي بالطماطمية كده عليها كده اهو، اهي برضه هتشيل اي حاجة فيها. هو المفروض ان انا هقع في شوية فيها يعني شوية، دي عاملة زي الليمون بالظبط. وهعمل لكم الفتة معاها كمان، اغسلها كويس. بعد كده هنصفيها كويس ونشهد عليها. اي اكل يا جماعه لازم تشهدوا عليه. بسم الله اهي. ونروح بقى نشطف الحله كويس. خلاص يا حبايبي، بعد ما غسلناها كويس وحطينا الحله كده على النار، هنحط شويه زيت لان هي اصلا دسمه قوي، مش هنحط سمنه ولا حاجه، حبه زيت صغيرين. والبصله دي انا مقطعاها وادعكها كده بشويه فلفل اسمر، مش هحط البهارات انا لسه دلوقتي. وهقلبها كويس. وهشوح الكوارع اللي هي مسحها بسيطه. هشوحها فيها تسويحه بسيطه. مش هحط البهارات دلوقتي لان انا لسه هقصد الريم اللي هيطلع. هحط معاها بقى جزرتين، كام جزره كده، وقرن فلفل احمر عشان ما تبقاش حراقه، وهحط كام فص ثوم كده عشان دول بيمتصوا الرطوبه اللي فيها، وهحط برده قطايه كده واحده بس مقطعه. وهقلب كويس. وانا اصلا غاليه ميه. هحط بقى الميه، طبعا لازم نحط عليها ميه كتير. وهنقفل عليها لغايه ما الوش بتاعها اللي هو الريم بقى اي شوائب فيها فايته من الغسيل اي حاجه هتطلع على الوش، هقوم قصتها انا كده في اوريها لكم بس لما تغلي. بصوا كده يا حبايبي، اهو الريم اهو اللي انا بقول لكم عليه اهو ده، انا ما حطيتش بهارات عشان لما اجي اشيل لما اجي اشيله ما يطلعليش في البهارات اهو. ده لما هنشيله هتبقى الشوربه بيضه وشكلها تحفه يعني، وطعمها كمان اهو كل ما يظهر نشيله. كده بعد ما قشطت الوش بتاعها الريم بتاعها اللي بيطلع، هحط بقى البهارات. البهارات عباره عن ايه؟ عباره عن ورق لورا وكاري، بس مش هحط كركم، كاري وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر، ودي بهارات لحمه ودي قرنفل وشويه حبهان. بس هو ده اللي انا هحطه دلوقتي، والملح في اخر مرحله خالص. بس كده. وهسيبها بقى خالص وتشموا بقى الريحه جميله بقى. الريحه بتاعتها هتطلع حلوه قوي قوي. خلاص احنا هنقفل كده الحله ونبدا نعمل بقى الصلصه بتاعت اللي هحطها. انا هدهن الكوارع بيها وهحطها الفرن عشان ما تبقاش ايه اللي هي بتبقى مزلقه، بيحبها بيحبهاش عشان كده. فانا بعمل لها كده معلقتين صلصه بحطها الفرن،
والصلصه برضو بقيتها انا هعملها عشان احطها على وش الرز على الفتة. بحتاج طماطم وثوم وفلفل احمر وبصله بس، او فلفل اخضر، هطحنهم في اضربهم في الخلاط وهسبكهم، وفي الاخر بقى هوريكم هعمل ايه بعد ما الكوارع تستوي، وهعمل شويه رز ابيض من غير اي حاجه خالص. دلوقتي خلاص يا حبايبي الكوارع دخلت على سوا اهي، وانا حطيت الصينيه هعمل فيها الفته، وحطيت معلقه سمنه صغيره، بعدين احط العيش اهو. طبعا العيش انا منشفاه ومحمصاه اهو، وهقلب العيش كويس. وانا دلوقتي ده معلقه ثوم هشوحه بس كده، هنمطيه عليها عشان بس ما يتلسعش مني. لما اجي هحط الثوم هقوم معديه شويه، هي دي بقى الفته المصريه اللي على اصولها يعني. وعملت الصلصه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا هدهن بيها الكوارع، وفي نفس الوقت انا هدهن بيها الكوارع وهحطها على وش الرز من فوق. هنوسع شويه في النص كده الخل اهو، وهنحط بقى الثوم هنا. اول ما نلاقي الثوم ريحته بدأت تظهر خلاص، احنا هنقوم حاطين الخل ونحط بقى الشوربه على طول اهو. انا طبعا مش عاملاها بسمنه قوي او بزيت قوي، يعني حاجه بسيطه عشان اللي بتاع الشوربه دسمه، هتبقى دسمه قوي قوي الفتة. انا ما بحمص الثوم بره، انا بحطه في قلب الصينيه، هو بتاع العيش نفسها. هو بدأت ريحه الثوم تطلع اهي، اللقمه الكبيره بقى تكون مقطعينها مفصلين، الثوم كده ريحته طلعت خالص. هنقوم حاطين شويه خل، وبرده لازم الخل يشوف يحس بالنار، مش احنا بنحط الخل على البارد، لازم يحس بالنار عشان ما يبقاش فيه حموضه ولا اي حاجات من الحاجات دي. نقلب بقى كويس، خلاص كده احنا ايه، الريحه طلعت، الثوم بالخل تحفه. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوطي خالص على الفته عشان تستوي، يا دوبك بس الشوربه تغمرها كده حبه صغيره، مش عايزينها تبقى مرقه قوي، لان لسه هنحط عليها رز من فوق، وكمان هنحط الصلصه اللي احنا عملناها اهي. بس كده هنغطيها وخلاص على كده، بس كده نرص بقى الكوارع، هنغطيها بالحل بالغطا الكوارع عشان البهارات والقرفه والحاجات العطريه اللي انا حطاها، عطيه ريحه جميله جدا، مغمقه الشوربه شويه بس حلوه، يعني ما هوش فرعين ولا حاجه، مفيش الا انا والحاج بس، طبعا انا مجوزه اولادي ومفيش الا انا والحاج بس. الخطوه الجايه هنعمل عشان بس اختصر الخطوات، وهندخلها الفرن بس على كده، هنعملها كده وهندخلها الفرن، تاخد بس يعني انا حتى مش هحمصها ولا هحمرها، تاخد بس لون من فوق تنشف بس. انا كنت هعملها مسلوقه ليه يعني، انا وهو خلاص هعملها مسلوق، بس انا حبيت اوريكم الطريقه دي، ما بعملها لما بيكونوا عيالي بياكلوا معانا، فبحبيت اوريكم الطريقه دي. بس هدخلها بقى الفرن تاخد لون بس، وهوريها لكم بقى تاني وانا غرفان. حبيبي انا كده خلصت اهو، عملت الرز حطيتها على الفته، وطبق شوربه، طبعا شوربه الكوارع لا يعلى عليها طبعا، ومعاها مخلل الزيتون من اللي عاملينه مع بعض. وادي الكوارع انا ما حمرتهاش او حمصتهاش او في الفرن، انا بس ايه دوبك بس يعني حطيتها بس نشفتها بس حاجه بسيطه بس. وده الرز والشوربه والكوارع اهي بألف هنا، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة.